بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الحلقات بتاعتنا. النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم على موضوع انقاص الوزن، وبالبلدي كده التخسيس، عشان يبقى الموضوع ايه كلام ايه سهل. الموضوع بتاع التخسيس موضوع في منتهى البساطه، لا محتاج اراده قويه، مش محتاج رياضه، لا بسيطه ولا عنيفه، مش محتاج حرمان من الاكل، بالاضافه لذلك مش محتاج كمان ادويه، ولا محتاج الحاجات اللي بنشوفها في الفضائيات، يعني نلبس شورت مش عارف يحصل ايه، نلبس بدله تحرق الدهون. الكلام ده كله طبعا كلام يعني هنقول عليه كلام بيزنس وسبوبه يعني كده من الاخر، يعني انما كله كلام ايه مش علمي. انما احنا هنعرف ازاي الموضوع بمنتهى البساطه، بس الموضوع محتاج مننا شويه معرفه، شوية علم بسيط ببعض الأمور عشان الموضوع يبقى إيه سهل جدا، وهتلاقوه إن شاء الله سهل جدا. الأكل اللي ربنا خلقه لنا نعمة كبيرة من نعم ربنا التي لا تحصى ولا تعد، وفي نفس الوقت متعة، إنما زيه زي أي حاجة، ما زاد عن حده انقلب ضده، بدل ما يبقى نعمة يبقى نقمة. إحنا مش عايزين كده طبعا، إحنا عايزين نتمتع بالأكل اللي ربنا خلقه لنا كويس. احنا في الكلمتين بتوعنا دول اللي هنقولهم ان شاء الله هتلاقونا في الاخر هناكل وهنشرب اللي احنا عايزينه، وبالاضافه الى ذلك كمان بكل الكميات. يعني واحد هيقول ايه هناكل ونشرب بس مش عارف لا هناكل بكل الكميات، وبالاضافه الى ذلك هنخس، بس هنلتزم ان شاء الله بشويه مقاييس ومعايير اللي احنا هنقولها علشان يبقى ايه الكلام ايه على نور. الاكل اللي احنا بناكله ونشربه طول النهار وطول الليل كمان احيانا بينقسم الى كذا جزء. في جزء اللي هو البروتينز بصفه او البروتينات، دي بتبقى مهمتها بناء الجسم او تعويض الجسم عن الخلايا الكتير اللي كل يوم والتاني بتشيخ، يعني تكبر في العمر وبتموت. دي البروتينات. في بعد كده الفيتامينات، ودي مهمه جدا لصحه الانسان. بعد كده هتيجي ايه الكربوهيدرات او المواد النشويه والدهون، ودول مهمين جدا علشان توليد الطاقة في الجسم. يعني ايه توليد الطاقة في الجسم؟ الجسم بتاعنا سواء مخ، قلب، كلى، كبد، الامعاء، معدة، كل الاجهزة بتاعتنا بما في ذلك حتى العظم، كل الاجهزة دي محتاجة طاقة علشان تشتغل، علشان تؤدي وظائفها على اكمل وجه. هتشتغل بايه؟ عايزه بنزين زي اي عربيه، اللي هي الطاقه اللي هي جايه منين؟ من الكربوهيدرات اللي قلنا عليها ومن الدهون. كويس؟ يبقى اذا الاكل اللي هو الاثنين دول بقى اللي هنركز عليهم شويه عشان دول اللي يهمنا في الموضوع، الاكل دوت بيولد الطاقه كويس؟ بتساعد الخلايا بتاعت الجسم كلها واعضاء الجسم كلها انها تشتغل باقصى كفاءه ممكنه. طيب الطاقة اللي احنا بنقول عليها ديت اللي هي ايه بتتولد من الكربوهيدرات والدهون، دي اللي احنا بنعبر عنها بلفظ اخر اللي هو السعرات الحرارية. يعني ايه السعرات الحرارية؟ يعني انا دلوقتي مثلا عندي واحد محتاج الجسم بتاعه من جوه الاجهزة بتاعته محتاجة 1000 سعر حراري. يعني ايه الطاقة؟ محتاج طاقة قدرها 1000 سعر حراري. ال 1000 سعر حراري دي بقى معنى ذلك لازم ياكل في ال 24 ساعة، لازم ياكل اكل ويشرب شرب اللي يخش يعني معدته او يخش جسمه يديني 1000 سعر ايه حراري عشان الاجهزه دي تشتغل على اتم ايه وجه. طيب الراجل دوت اللي احنا بنقول عليه دوت اللي محتاج 1000 سعر، خد في اليوم 1200 سعر مش 1000 سعر، يبقى اذا في 200 ايه زياده. ال 200 زياده دول الجسم بيخزنهم لو عشان لو حصل ايه نقص في الطاقه عنده او نقص في الغذاء، يعني او نقص في الطاقه او نقص في السعرات الحراريه الجسم ايه ياخد ايه منها. طيب ما فيش ايه احتياج، كل يوم هو بياكل بيزيد ايه 200 1200 1200 بيزيد كل يوم 200 سعر حراري. الكلام ده بيتخزن فين في الجسم؟ على هيئه ايه جلوكوز، وعلى هيئه ايه اللي هي الدهون، يعني قصدي الدهون والجلوكوز السكر، يعني الاثنين بيتخزنوا عشان دول يبقوا ايه مصادر للطاقه في حين الحاجه ما احتاجهاش الانسان. يبقى اذا كل يوم ايه بيزيد 200 200 200 سعر، هو دوت اللي ايه بكل ده بيتخزن في الجسم، يعني حاجه كده ايه بتتحط كده يعني كلاكيع كده بتتحط في الجسم، كل ده بيزود ايه الوزن. نفس الراجل دوت اللي هو محتاج 1000 سعر حراري، لو خد 800 سعر حراري كده هيبقى عنده لسه 200 فد
او في فائض 200 سعر حراري عشان الاجهزه بتاعته تشتغل كويس، هياخدهم منين؟ من المخزون، يقعد يكسر بقى في الدهون والجلوكوز اللي احنا قلنا عليه دلوقتي ده، او السكر يعني اللي في الجسم، يقعد يكسر ويطلع طاقه علشان الاجهزه دي تشتغل، بالتالي يبتدي ياخد من ايه؟ من المخزون بتاعه، يبتدي الجسم ايه؟ يقل. ادي الموضوع بمنتهى البساطه. ازاي الواحد بيتخن وازاي الواحد ايه؟ بيخس، ده الموضوع بمنتهى ايه؟ البساطه. طيب يبقى اذا معنى ذلك ان احنا ايه؟ كل كلامنا او كل شغلنا هيبقى ايه؟ هنلعب فيه في المنطقه بتاعت السعرات الحراريه دي. لا رياضة زي ما قلنا، ولا قميص مش عارف ايه، ولا بدلة بتعمل ايه، ولا رياضة عنيفة، ولا الكلام ده كله، انما هنلعب في موضوع السعرات الحرارية اللي داخل جسمنا واللي خارج ايه من جسمنا. طيب في نقطة مهمة نحب نقولها، اي واحد لو كان كيلو دهون مثلا، يعني لو كان كيلو دهون او اتخزن في جسمه كيلو دهون، الكيلو ده عبارة عن 9000 سعر حراري. معنى ذلك ايه؟ ان الشخص دوت لو عايز يخس كيلو لازم يحرم جسمه من 9000 سعر حراري، سواء بقى في الاسبوع في الشهر على حسب ايه ما هو عايز. كويس. الرياضه زي ما اقول للاسف الشديد ملهاش دور كبير في الـ في الـ في عمليه التخسيس او حرق الدهون. الرياضه اللي انا اقصد عليها الرياضه إيه؟ العاديه، يعني بركوب دراجات، واحد بيمشي، اللي هي لا. الرياضه الوحيده اللي تقريبا بتعمل المفعول دوت هي رياضه رفع الاثقال، لان دي رياضه عنيفه جدا. حلو. عشان اقول لكم بس الفرق، انا لو مشيت ساعه او واحد، يعني لو واحد مشي ساعه يوميا بطريقه جديه يفقد 300 سعر حراري، ساعه كامله وبطريقه جديه يفقد 300 سعر حراري. اما لو نفس الشخص دوت بيلعب رفع اثقال لمده ساعه برضه يفقد 1390 سعر حراري. شوفوا الفرق قد ايه. فاذا عشان كده الرياضه محدش طبعا هيقدر فينا كلنا، يعني ايه يعني على ما الله كده محدش يقدر ايه يلعب رفع اثقال لمده ايه ساعه ايه او ساعتين كل يوم. انما ده بالنسبه ايه عشان ايه موضوع الرياضه ايه مش مؤثر قوي في الموضوع دوت. كويس. انما الرياضه الخفيفه، المشي او ما شابه ذلك، او واحده ست بتشتغل في البيت مثلا، واحد طالع سلالم نازل سلالم، الرياضه الخفيفه ديت على مدار اليوم مهمه جدا جدا لعضلات الانسان. انا مش قصدي العضلات اللي هو واحد بتشوفه بقى واحد في الصور كده منفوخ وبتاع وكمان اكل، لا مش قصدي كده. الطفل، الشاب، الراجل، الست، اي سن، كل بني ادم فيه عضلات من اول راسه لحد صابع رجليه. وتقدر عضلات الانسان تقريبا في المتوسط من 640 ل 850 عضله. على سبيل المثال انا لو رمشت بعيني، قفلت عيني وفتحت عيني، عملت رقبتي كده اهوت، قمت وقعدت، الحاجات دي كلها، الحركات دي كلها حركات ايه؟ بتاعه عضلات. كويس. العضلات مهمه جدا لانها بتغلف تقريبا كل عظمه في الجسم الانسان، ونشوفها قوي كمان في موضوع ايه؟ فقرات الظهر في العمود الفقري. ادي العمود الفقري بيبقى حواليه من ناحيه، من كل ناحيه عضلات. كل ما العضلات دي تبقى قويه، كل ما العمود الفقري يبقى ايه؟ قوي، ويقدر اللي تقدر العضلات دي تمتص اي صدمه تيجي لايه؟ للعمود الفقري، ما يحصلش تمزق، ما يحصلش مش عارف ازدواج غضروفي الى اخر، شد عضلي الى اخر الحاجات دي كلها، سواء بقى في الظهر او في اي حته ثانيه. الجسم من جوه مليان عضلات، يعني الكبد والكلى، القلب ده بنقول عليه ايه؟ عضله القلب. اذا كل ما عضله القلب دي تكون قويه، كل ما تؤدي وظائفها على اكمل وجه. ادي ايه؟ العضلات بتاعت الانسان. فاحنا بتكلم على العضلات ليه؟ لان اسوأ شيء ممكن يصيب الانسان اللي بيعمل رجيم او بيخسس نفسه بس 5 كيلو كده فما فوق 7 كيلو يبقى فرحان كده انه خس 7 كيلو و10 كيلو في الشهر بيبقى فرحان جدا، انما لو عرف المشكله هيزعل جدا. المشكله ايه؟ ان التخسيس بالطريقه بالكم الكبير دوت للاسف الشديد اول ما بيأثر على العضلات، بيعمل فيها ايه؟ بياخد منها المخزون بتاع الدهون بتاعها، بياخد المخزون بتاع السكريات اللي فيها، العضله تبتدي تصغر، يعني يحصل لها ضمور، تضعف. كل جسم الانسان بالتالي ايه؟ احنا قلنا مليان عضلات، كل جسم الانسان من بره ومن جوه يضعف ويهزل ويبقى ايه؟ مشكله ايه؟ كبيره جدا. فاحنا طبعا عايزين العضلات دي تبقى ايه؟ حاجه تبقى يعني انتاكت، يعني ما حدش يجي جنبيها العضلات، نعمل اي حاجه انما ما نجيش جنب الايه؟ العضلات دي. العضلات دي وظيفتها ايه في الانسان؟ بتدعم الحركه، يعني الواحد يبقى ماشي كده ايه ليه حركه اللي احنا بنشوفها، كل الناس طبعا ماشيه بنشوفها ايه؟ حركه كده مدعمه، يعني ايه؟
متزنه، ما يبقاش لا مؤاخذه زي واحد يعني بيشرب ايه منكر ولا حاجه يعني يبقى رايح جاي متطوح، لا بتبقى حركه منتظمه. بيتعمل على اي حاجه اسمها استابلايزيشن كده للجسم، يعني ايه تبقى يبقى الجسم ايه واخد الشكل اللي احنا ايه متعودين عليه وشايفينه، ما يبقاش عامل زي الجيلي ده رايح دي حته رايحه وحته جايه، لا بيبقى فيه نوع من التدعيم الحركه او تدعيم شكل الجسم الستايل بتاع الجسم نفسه. بتولد الحراره في الجسم اللي محتاجها الجسم علشان الشغل برضو بتاعه، بتساعد في سريان الدم لكل اجزاء الجسم محمل بالاكسجين والغذاء والكلام ده كله، ادي فائده العضلات. اذا كل ما العضلات تكون قويه كل ما اللي انا قلته ده كله ايه هيبقى قايم على كفاءه وقدره ومية مية. غير كده هو يبقى كلام ايه مش سليم. كويس، احنا علشان كده بنقول ايه عاملين عمليه التخسيس يبقى لا فيها ضرر ولا ضرار. بمعنى ايه؟ ان كل المراجع اللي انا حتى طلعت عليها شخصيا يعني كل المراجع بتقول لي ايه، بتقول لي ان لا الامن امن وزني اللي بالنسبه لاي بني ادم بيبقى 2% من وزنه على مدار الشهر. بمعنى لو واحد وزنه 100 كيلو يبقى 98، مش عارف 200 يبقى مثلا 100 وتبقى يعني والى الى اخره، ف 2% من وزن الجسم، او في البعض الاخر بيقول من 500 ل 700 سعر حراري فقد يوميا، 500 ل 700 سعر حراري فقد في اليوم من السعرات الحراريه اللي الانسان اساسا ايه محتاجها الجسم. دي ايه نمره 2. نمره 3 يقولوا او بيتقال ان من 25 ل 35% من السعرات الحراريه برضو اللي محتاجها الانسان ممكن ايه نستغنى ايه عنها. كل ده اللي انا بقوله دوت الثلاث حاجات دول بيقول كلهم بيؤدوا لاي حاجه واحده بس اللي هي 2% من وزن ايه البني ادم. طبعا لما واحد يقول 2% يعني انا وزني 100 كيلو بعد شهر ابقى 98، اقول له حلو جدا حلو وممتاز جدا، لو قدرت تستمر كده لمده سنه هتبقى 75 كيلو. 2 كيلو في 12 شهر ب 24 25 يعني تقريبا هتبقى خمسة من 100 ل 75 كيلو، عايز اكتر من كده بس المهم الاستمرار. حلو كده، انا مش عايز اخس 10 كيلو وافقد عضلاتي وافقد جسمي وافقد يعني يبقى صحتي بتتدهور، لا انا عايز 2 كيلو وانا ايه بيبقى صحه وعافيه زي الفل مفيش اي مشاكل، تمشي العمليه وهيبان قوي في الاوزان الاقل. يعني هنفترض ان واحد ايه قصير حبتين وزنه 80 كيلو بس، فهيبقى ايه باين قوي ان وزنه 80 باين قوي انه تخين كويس، فلما يقل 2 كيلو كل شهر ولمده 6 شهور بس يبقى 12 كيلو، من 80 بقى 70 او 68 يعني حاجه بقى زي غصن البان زي ما بيقول. فاذا الموضوع ايه محتاج صبر حلو، انما محتاج في نفس الوقت ايه استمرار، يعني نصبر بس نستمر، ما يبقاش النهارده وبعدين انا زهقت وقرفت وما فيش الكلام دوت. عايز عايز تخس فعلا يبقى لازم ايه نمشي بالطريقه اللي احنا بنقول ايه عليها اللي هي ايه الطريقه ايه الصح العلميه الامنه. غير كده هوت لا هنروح بقى ولا هنيجي ايه لا هنا ولا هنا ولا شمال ولا يمين. كويس، ادي ايه ده بالنسبه ايه لموضوع ايه التخسيس اللي انا ايه يعني احب اقوله. انما بيني يعني في ايه برضو ايه نقط ايه يمكن في الاخر ايه احب ايه اتكلم عنها. اللي انا بقوله دوت الكلام اللي انا بقوله دوت اللي هو ايه الناحيه ايه العلميه اللي لابد كل واحد يعرفها بالذات علشان موضوع العضلات دوت موضوع ايه التخسيس ونخس قد ايه في الشهر وما نتعداش ان شاء الله الموضوع ده. انما انا دلوقتي ايه يعني بعد ما اخلص الكلمتين الصغيرين دول بقول دول ضروريين الحقيقه، بعد ما اخلصهم هنبتدي نخش في ايه في موضوع التخسيس، نعمل ايه نعرف بقى ان احنا تخنين ازاي او لا، او عايزين سعرات حراريه قد ايه كويس، طب الاكل اللي ناكله قد ايه من السعرات دي، عايزين نفقد هنفقد قد ايه، وهكذا كله الحقيقه هيبقى بالامثله. بالاضافه الى ذلك انا عامل ايه الحقيقه في اخر الكلام ده كله عامل يعني وجبه مخصوص على مليانه مواد اللي هي تساعد كتير قوي في حرق الدهون واكله مشبعه وسرعات الحراريه قليله. حلو كده، فايه واحده واحده ايه معايا ان شاء الله هتلاقوا العمليه ايه ظريفه قوي. بعد كده هبقى عامل لكم جداول كتير بكل تقريبا او مش بكل باغلب الاكل اللي انا شفته بناكله ايه عندنا هنا ايه في مصر في اغلب البيوت يعني كويس، وعامل كده بين الماده او العنصر الغذائي او الاكله يعني او الاكل اللي احنا بناكله والعدد الوزن بتاعه والايه والسعرات الحراريه بحيث ان كل واحد يبقى ايه معاه ورقه وقلم حلو كده وكالكوليتور يعني اله حاسبه كده صغيره بسيطه ظريفه يعرف ايه هو ايه فين وعايز يعمل ايه ويسوي ايه لو عايز فعلا يخس، يعني لو عنده الاراده ان هو فعلا متضايق من وزنه او من شكله وعايز يخس، ده يبقى ايه هيتبع معانا ايه الموضوع هيلاقي الموضوع ظريف جدا شهر بشهر بشهر هيلاقي نفسه ايه اتغير ايه تماما.
كويس. فاحنا اللي احنا عايزينه من حضراتكم، عايزين يعني يا ريت كل واحد يكون عنده ميزان بتاع جرامات اللي هو بتاع المطبخ، ميزان صغير كده بتاع المطبخ، عشان ده هيساعدنا كتير في ايه، في الموضوع ان احنا نحكم الموضوع ازاي بتاع الاكل والشرب يعني. ميزان عادي اللي احنا بنوزن نفسنا عليه كويس، وعايزين ورقه وقلم وكالكوليتور اله حاسبه، اكتر من كده احنا مش عايزين اي حاجه. الحاجات اللي انتوا هتلاقوها كلها، هتلاقوا حاجات غاليه، حاجات رخيصه، حاجات في النص، اللي انتوا عايزين تختاروا. يعني لو نفترض ان في حاجه مثلا السرعه الحراريه بتاعتها 20 او 30 مثلا، هتلاقوا مثلا في خمس ست اصناف 30 سعره حراريه، اللي عايز ياخد ده ياخده، اللي عايز ياخد ده. العمليه ايه، ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الاكل يعني ملوش لا عدد ولا نهايه، وكل واحد ياخد اللي هو ايه بيحبه واللي هو ايه عايزه ويتناسب ايه معاه ومع ذوقه ومع طعمه مع الطعم بتاعه يعني. كويس. فده اللي احنا ايه يعني اول حاجه لازم نعرفها ايه الاتي. قبل ما اسيب موضوع الرياضه، معلش انا اسف، عشان برضه موضوع العضلات ده مهم جدا. احنا قلنا الرياضه ملهاش لازمه، انما الرياضه الخفيفه بالنسبه للحد ملهاش لازمه، انما الرياضه الخفيفه ليها لازمه بالنسبه للعضلات. يبقى اذا المفروض ان انا اتلكك علشان اعمل اي حركه. ست البيت تقعد تعمل في البيت، الراجل اللي هو بيطلع سالم لو يقدر يطلع سالم من غير الاسانسير مثلا او غيره، يطلع ينزل برضه ينزل على رجليه، يقدر يستنى العربيه مشوار 10 دقايق ربع ساعه يا ريت. اللي عنده فيسبا موتوسيكل يودي على طول، يعني بيبقى رايح مثلا 3 4 متر ويركب له الفيسبا. طب ليه؟ يبقى اذا كل ما نمشي، كل ما نعمل حركه مقصوده كده ومتعمده مننا، علشان ايه؟ اول عروش عشان نحرق. مش انا قلت لكم الفرق، مفيش فايده من الايه، من الرياضه البسيطه في الحرق، انما الفايده الكبرى فين؟ موضوع ايه؟ العضلات، سواء العضلات الخارجيه اللي انتوا شايفينها ديت في هنا او العضلات الداخليه، لان كل ده بيقوي الجسم سواء من الخارج او من الداخل. دي بس ايه قبل ايه ما انسى. طيب يبقى دلوقتي اللي انا عايز اقوله بالنسبه لل الـ 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 اول حاجه انا عايز اعرف انا تخين او سمين، او خلينا بقى تخين عشان ايه يبقى الموضوع كده ايه كلام ايه بلدي وسهل كده. انا تخين ولا مش تخين؟ طيب والتخن بتاعي دوت كتير ولا عادي ولا اكتر من اللازم؟ كويس. المعادله دلوقتي هتظهر قدام حضراتكم، معادله بسيطه كده قوي، وايه دلوقتي هنشرحها ايه مع بعضنا كده بمنتهى البساطه.